قبل لا نبدا الفيديو خلونا نقول شكرا لكامبلي على رعايتهم لهذه الحلقه. كامبلي يا اخوان تطبيق اسطوري يساعدك على ممارسه اللغه الانجليزيه باستخدام مكالمات فيديو مع معلمين ومعلمات لغتهم الام الانجليزي. التطبيق فيه دروس ومناهج تناسب جميع الاعمار وجميع المستويات. في تطبيق كامبلي الخصوصيه للبنات جدا عاليه، تقدر تاخذ الحصص بدون ما تشغل الكاميرا وتتواصل عن طريق الصوت، وتقدر برغبتها برضو ما تختار الا معلمات. اول ما تدخل التطبيق راح تطلع القائمة بجميع المعلمين والمعلمات المتوفرين في نفس الوقت، تقدر تقرأ عن المعلم، ايش الاشياء اللي هو مهتم انه يسولف عنها، كم سنة يدرس، حرفيا تطلع لك معلوماته كاملة. بعد كذا تختار المدرس اللي تبيه وتبدون تتكلمون في اي موضوع انت تبغاه. من المميزات الرهيبة برضو ان المكالمات اللي بينك وبين المدرسين تكون محفوظة عندك في حسابك، وبالتالي تقدر تراجع المكالمة اللي صارت بينك وبينه وتلاحظ وين انت غلطت وجبت العيد علشان ما تجيب العيد مرة ثانية بالمستقبل وتتعلم من اغلاطك. راح اترك لكم رابط تحميل كامبلي تحت الديسكريبشن عندكم، تحملونه على الجوال على اللابتوب، واي شخص يحمل التطبيق لا ينسى يستخدم كود توبز يا جماعه الخير علشان يحصل على 10 دقائق مجانيه داخل التطبيق. خلونا نتفق يا جماعه الخير ان العالم اللي احنا جالسين نعيش فيه جدا غريب، ومن الاشياء الغريبه اللي موجوده بهذا العالم النظاره هذه. انا ما ادري مين يعني يلبس نظاره زي كذا ويطلع يتمشى فيها، انا ودي اعرف. عموما قبل شهرين نزلت مقطع اشوف فيها اغرب الاختبارات اللي موجوده بالانترنت، اختبار يعلمك ايش السياره اللي تصلح لك، واختبار ثاني يعلمك متى راح تتزوج. بعد ما نزلت ذاك الفيديو توقعت اني ختمت الاشياء الغريبه اللي موجوده على الانترنت، ولكن بعد المواقع اللي راح استعرضها لكم اليوم اكتشفت ان الاشياء الغريبه مستحيل تخلص. هذا ليه طالعني كذا؟ بتطالعني بطالع فيك ما عندي مشكلة. بو عجيب ثابت، ما تخاف. الزبدة يا جماعة الخير، هذا الموقع الأول اللي عندنا الآن. زي ما تشوفون أول ما تدخل الموقع تلقى هذه الشاشة، بس في هذا الآدمي اللي تلقاه يطالع فيك. ممكن تتساءل وتقول إيش فكرة الموقع يا عبد الله؟ أبد، فكرة الموقع إنك تجيب الماوس وتعطيه كف باستخدام ثعبان. اشياء غريبة كثير مع بعض. شوفوا يا اخوان تحسبوني استهبل؟ لا والله هذه فكرة الموقع. شوف شوف، تجيب الثعبان وانت تقدر تتحكم فيه. ها قبل لا يعطيك كف ارجع ارجع امزح معك اقول خذ. والله بالكامل هذه فكرة الموقع، بس ايش الفائدة من الموقع هذا؟ والله ما ادري. والموقع حسب ما قريت له زوار كثير، في ناس جدولهم كذا ايش عندك اليوم؟ والله مشغول يا رجال، خلها على ربك. ليه وش عندك؟ والله بصفي حساباتي مع واحد من الشباب بس. اوكي طيب الله يصلح بينكم. تعال تعال. هذا موقعنا الغريب الاول يا جماعه الخير، ونعطيه تقييم 3 من 10. ما ادري ليش اعطيت التقييم هذا، بس خلونا نروح نشوف الموقع الثاني. كلنا نعرف يا عيال انه الان الشتاء على الابواب. لا يا عبد الله يا سخيف، لا تحط صوت اقباب. اوكي. في كثير من الناس وانا منهم يحب صوت المطر، وعلشان كذا في هذا الموقع اللي اسمه ريني مود. الموقع هذا بكل اختصار يعطيك صوت مطر بس. بسم الله. الله، والله صوت المطر يا اخوان رهيب. الله روقان. طبعا الصوت ما يخلص ابد، 24 ساعة. ما عندي ترى اي مشكلة اقعد كذا لنهاية الفيديو. هذه فكرة الموقع الثاني اللي عندنا بكل اختصار، يعطيهم العافية على المجهود. تقييم الموقع 7 من 10، للأمانة للأمانة الوضع جدا رايق كان. الموقع اللي عندنا الآن يا جماعة الخير غريب بشكل مو طبيعي، وأنا قاعد أبحث عن هذه المواقع اكتشفت إنه في ناس تحب تشوف العشب وهو ينمو. كيف اكتشفت هذا الشيء يا جماعة الخير؟ الموقع اللي احنا بنشوفه بعد شوي فكرته إنه في واحد فاتح كاميرا لايف طول الوقت ما تقفل على الحديقة البسيطة اللي عنده، اللي جالس يحاول شوف كيف الحال. نعيد من جديد. في شخص عنده حديقة فيها عشب بسيط، يسقي العشب هذا يوميا، ومثبت كاميرا مراقبة لايف 24 ساعة شغالة في الموقع، بحيث انه الناس تدخل هذا الموقع وتراقب هذا العشب وهو ينمو. والله هذه فكرة الموقع، والله حاجة جدا غريبة. خلينا ندخل الان الموقع مع بعض ونشوف العشب حقه ان شاء الله كيف قاعد ينمو ولا ما قاعد ينمو. بسم الله. What is this؟ انا وين رحت الحين؟ انا ديب ويب ولا وين رحت؟ يا عمي ايش الموقع الغريب هذا؟ اوكي هذا هو يا اخوان، زي ما تشوفون هذه الحديقة البسيطة حقته. واها يا
يقص الزرع بعدين يسقي الزرع والناس تشوفه تنمو. بس اللي فوق هذه الان اللي هي الكاميرا اللايف مسويها بالطريقه هذه علشان الهالوين. اوكي اوكي الهالوين 31 اكتوبر على ما اعتقد، وزي ما انتم عارفين الهالوين عندهم لازم يزينون البيت باشياء مرعبه، فهذه الزينه المرعبه حقتها. الله يعطيك العافيه بس خوفتنا. هذه قناه صاحب الموقع يا جماعه الخير باليوتيوب، ابغى اشوف من متى وهو يسوي هذه الشغله. اوكي الله، من 6 سنوات، من 6 سنوات وهو حاط الكامل لايف هذه، مو معقول والله. من 6 سنوات يا اخوان، عام 2014. دقيقه يا عمي شوف التاريخ اللي فوق 2006، وب 2014 بدا ينشر الفيديوهات. وات از ذس؟ لحظه هذا ايش؟ جايب الرجل الاخضر عند البيت ولا مارفل كان عندهم تصوير باللوكيشن حق بيتهم ولا وش السالفه؟ الساعه عندهم الان يا اخوان 4:37 الفجر، وبس تقعد تشوف الزرع هو ينمو. الله لو تلاحظون هذيك انبتت شوي. تقييم هذا الموقع يا جماعة الخير 10 من 10، شيء جدا غريب. والرجال ما شاء الله يعني صامل من 2006 وهو جالس يسوي الشيء اللي هو يحبه، فيستاهل ياخذ التقييم الكامل والله. خلينا نروح نشوف الموقع اللي بعده. الموقع اللي عندنا الان يا جماعة الخير غير هذا الموقع، ممكن يكون هو افضل موقع بحلقة اليوم، لان حرفيا بدون هذا الموقع ما ادري كيف كنا بنعيش. زي ما تعرفون يا جماعه الخير احنا كل يوم نقوم من النوم وما ندري اليوم هذا ايش، هل هو سبت، هل هو احد، هل هو ثلاثاء. وعلشان كذا يا جماعه الخير هذا الموقع موجود، خلوني اوريكم. Is it Tuesday؟ اول ما تضغط عليه بيطلع لك نو. شكرا لكل ما تعنيه الكلمه على هذا الموقع. حرفيا ما كنت ادري عن اي يوم ثلاثاء بحياتي قبل ما اعرف هذا الموقع. وانا اقول اصحى من النوم يوم الاثنين، انام، بعدين اقوم الخميس ما ادري الاربعاء، وين الثلاثاء؟ ولكن بعد اليوم مستحيل افوت اي يوم ثلاثاء بحياتي. تقييمي لهذا الموقع يا شيخ 10 من 10، والله ما حد يقدر يعطي تقييم اقل من كذا، يلا وخر بس. اعطينا الموقع اللي بعده. الموقع اللي عندنا الان يا جماعه الخير يختبر مهارتين عندك، مهاره الرسم، طبعا زي ما تعرفون انا وبيكاسو كنا مع بعض كذا اخويا، ويختبر ايضا عندك الذاكره. زي ما شوف يا جماعه الخير هنا يقول لك ارسم شعار شركه نايكي. اعطيني اعطيني اللون الابيض بس، اعطيني. الله العظيم موقعكم هذا سهل جدا، بسم الله يا جماعه الخير. ها نايكي ولا مو نايكي؟ لا حد يقول لي غير كذا، تضغط هنا ويطلع لك الشعار، سبحان الله ما في فرق. بالعكس انا اقترح عليكم انكم تخلون شعار بالطريقة اللي انا رسمتها. الان راح نرسم شعار شركة ابل، شوفوا شوفوا وياي ها، وبالله اذكر الله. هذا اول شيء النبتة اللي تيجي فوق التفاحة، بعدين التفاحة كذا ومأكولة شوي، بعدين يا سلام سبحان الله، من كثر ما انا اتقنت الرسمة احسها صورة ما هي رسمة. خلونا نشوف الصورة الرسمية. ها بتقولوا لي في فرق؟ اي واحد بيقول في فرق هذا حسودي. شعار ستاربكس، اوكي دقيقة. هو ما قال لا تغش، أول شيء في نجمة هنا. يا سلام، والله يا اخوان النجمة عقدتني بحياتي بشكل مو طبيعي، من يوم وأنا صغير وأنا أحاول أرسم النجمة هذه عرفتوا، بس ما أقدر. من سلبيات صراحة الموقع إنه ما يحط لك مساحة، فما أقدر أمسح النجمة التعبانة اللي سويتها، بس راح نكمل عليها ما عليكم. بعدين في شيء زي كذا عند التاج، 1 2 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا يشبه كل شيء الا ستاربكس. بعدين الاخت هذه عندها شعر زي كذا. لا حد يحكم من بدري يا اخوان، خلينا نشوف شعر الاصلي. والله حاولت والله، اكتشفت يا اخوان انه مهارات الرسم عندي لازم اطورها. هذه فكره الموقع يا جماعه الخير، وفي نفس الموقع حاط لك العاب هو جدا كثيره، فخلونا نشوف لعبه ثانيه. اوكي. اسم اللعبه هذه يا جماعه الخير سبيند بيل جيتس ماني. اللعبه هذه تصرف فيها فلوس بيل جيتس. ثروه حقتها ما شاء الله اكثر من 100 مليون دولار. لا دقيقه هذه مو مليون، هذه مليار، 100 مليار دولار. فكل اللي عليك انك تصرف الفلوس حقتها. ها خلونا نشوف وش نشتري يا اخوان بال 100 مليار. ها يا اخوان من قال ايفون؟ باذن الله راح اجيب ايفون لكل مشترك. 4,700,000 ايفون اخوان، يوصل لكم واحد واحد ان شاء الله. خلونا نجيب 5 فراري نسوي عليها باذن الله جيف اواي بالقناه. انا اقول يبي لها ناطحه سحاب، بعد ناطحه سحاب الوحده تكلف 850 مليون دولار، فخلونا نجيب 10 ناطحات سحاب حق الضحك بس. ممتاز كاميرات درون، خلونا نجيب واحده عشان نعطيها جو حطاب يضيفها للدرونز اللي عندها. تعشيتوا يا اخوان؟ ما في حتى عشر عندي الموضوع. 4,700,000 بيج ماك، تستاهلون اخوان. عجيب حاطين قطوه، انا مستحيل اخوان اجيب اي قطوه ثانيه غير القطوه اللي عندي. انا وفلفي عشره عمر، اعطينا 5 بس. لوحه الموناليزا يا اخوان ب 780 مليون دولار، ضروري نجيبها نحطها بدال الاسد اللي هنا. اعتقد الان تسوقنا بما فيه الكفايه، هذه الفاتوره حقتنا 4.7 مليون بيج ماك
واحد درون جو حطاب، 4,700,000 ايفون، وخمسة قطاوة، وخمسة فراري، وواحد لوحة الموناليزا، وعشرة ناطحات سحاب. الحساب كله 12,575,957,850 ريال او دولار عفوا. انا مرة عشت الدور انها بالريال. يعطيك العافية بيل جيتس، ما شاء الله باقي عنده 87 مليار. تخيلوا ان هذه فكرة الموقع، تخش تصرف الفلوس حقت بيل جيتس بالطريقة اللي انت تبيها. تقييم الشخص لهذا الموقع يا جماعة الخير 10 من 10. لما هذا الموقع مسلي، وعلشان كذا عطيته تقييم كامل. وبكذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لكم على المشاهدة يا جماعة الخير، شكرا على كل الدعم، والله العظيم يا اخوان الدعم الفترة الأخيرة صاير جدا رهيب، وأنا جدا سعيد وممتن على هذا الدعم. بإذن الله مستمرين في تنزيل الفيديوهات، وكل 3 أيام راح يكون في فيديو جديد، في مفاجآت يا اخوان جاية بالطريق شغال عليها، المفاجآت كلها رهيبة يا اخوان، راح تعرفونها قبل ما تنتهي هذه السنة إن شاء الله. جدا متحمس إني أشاركها وياكم، شغال على المواضيع هذه من شهور جدا كثيرة، وأقرب الوقت اللي خلاص راح أعلن إن شاء الله عن الأشياء اللي أنا شغال عليها من ذيك الفترة. على العموم لا أسولف أكثر، لأن لو تحمست بقول لكم كل شيء الحين. خلونا نقفل الفيديو، يعطيكم العافية على المشاهدة، نشوفكم على خير إن شاء الله بالفيديو الجاي بعد 3 أيام من نزول هذا المقطع. كان معكم عبد الله ويلا سلام.